السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في عالم فكر تاني، وأنا كريم علي. اتكلمنا المرة اللي فاتت على البدائل الصحية للطعام والشراب. تعالوا نقفل الحلقة دي بالمكملات الغذائية، فيتامينات ومعادن. ناس كتيرة بتسأل على أخد إيه وما أخدش إيه، إمتى ده يتاخد وإمتى ده يتاخد. هحاول ألخص أودي فكرة عامة مين محتاج إيه بمنتهى البساطة، عشان كده نكون جمعنا الأكل السليم والمكملات الأساسية اللي ما ينفعش نستغنى عنها، وإيه الحاجات التانية اللي نستغنى عنها. مش هطول عليكم، إن شاء الله تبقى حلقة خفيفة وهتكتبوا كلام كتير أوي النهاردة. نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بيكم. الاول لازم نفرق بين حاجتين، في معادن وفي فيتامينات. لازم كل واحد يعرف الفرق الرهيب بين الاثنين دول. نمسك الأول الفيتامينات. الفيتامينات دي المخلوقات بتصنعها، يعني ممكن الحيوان يصنعها، الميكروب يصنعها، النبات يصنعها، فدايما ما عندناش مشكلة في الفيتامينات. أمال المشكلة في إيه؟ في الحاجات اللي ما بتتصنعش، اللي هي المعادن. أدي أول فرق. تاني فرق لازم نكون فاهمينه، الفيتامينات نوعين، نوع يذوب في الماء ونوع يذوب في الدهون. ايه ليه بتقول لنا يا دكتور الكلمة دي؟ لان كل ما يذوب في الماء انا هاخده، اللي هيزيد هيدوب في المية وينزل في البول فما يحصل ليش تسمم. انما اللي بيدوب في الدهون ده بيمسك في دهون الجسم، فيوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ممكن يعمل سمية. فاخلي بالي من الحاجات اللي بتمسك في الدهون، ومش مهم قوي يعني، لازم اهتم برضو، بس يعني اكون اقل قلقا من الحاجات اللي بتدوب في المية. الفيتامينات اللي بتدوب في المية ايه يا دكتور؟ فيتامين سي، فيتامين اي، عائلة فيتامين بي، كل دول فيتامين ب يعني، كل دول بيدوبوا في المية. اخد يا ريس الجرعة بتاعتي كل يوم، لانها ما بتتحوش في الجسم. تاني حاجة، لو زادت الجرعة ملهاش سمية، البول هيخلصني منها وتخرج في الشارع. انما ايه يا دكتور الحاجات اللي بتمسك في الدهون؟ فيتامينات اللي بتمسك في الدهون هي فيتامين دال، فيتامين ألف، فيتامين ي، فيتامين كاف، كاف واحد وكاف اتنين. وعندك هنا أول نقطة يا ريس، وفيتامين اف هتكلم عليهم دلوقتي. تعالوا نمسك الحاجات الدهون دي الأول. فيتامين دال بتاع الشمس وبتاع الدهون الجميلة، عشان كده ساعات أو البروتوكول القديم يقول لك خد حقنة أو خد جرعة فيتامين دال كل 10 أيام. ليه؟ لأنها بتمسك في الدهون. انما دلوقتي البروتوكول لازم بدم عندك نقص فيتامين دال تاخد كل يوم، وبدم حاجه بتمسك في الدهون يبقى وانت بتاخدها لازم تكون معاها ايه؟ وجبه دهون، معلقه زبده، حاجه كامله الدسم، سمك دهني، لازم كوكونات اويل اللي هو جوز الهند، لازم يبقى معاها فيها حاجه دهون، واهم وقت ليها بتاعه الغداء. فهمتوا؟ لان بقول فيتامين دال كل يوم، فيتامين دال لازم يتاخد في الغداء، فيتامين دال لازم يتاخد معاه حاجه دهون. اديكم فهمتوا كل حاجه دلوقتي. حاجه تانية في العيله المهمه جدا دي، فيتامين كاف. فيتامين كاف واحد في الخضروات، مش دي حكايتي. فيتامين كاف اتنين. ايه فيتامين كاف اتنين ده؟ عيله ما شاء الله، عيله يعني فكر تاني حافظه صم. ده يا دكتور اللي بياخد الكالسيوم اللي دخله من الامعاء. فيتامين ده دخل الكالسيوم من الامعاء للدم. فيتامين كاف اتنين ده ياخده من الدم يوديه السنان والعظم. في نوعين من كاف اتنين للناس اللي عايزه مكملات. ركزوا بقى في الحته دي، مهمه جدا، بيضحكوا علينا والله. فيتامين كاف اتنين ده اللي هو ممكن يا دكتور ما لقيتش كاف اتنين ده، ايه ده؟ مكتوب يا حبيبي ام كاف 4 او ام كاف 7. ام كاف 4 80 ضعف النشاط انه بياخد الكالسيوم من الدم للسنان والعظم، فمحدش يشتري ام كاف 7 لو سمحتوا. عايز تشتري كاف 2 عشان تقلل تصلب الشرايين، لان الكالسيوم لما بيفضل في الجسم يجي لك تصلب في المفاصل، عظمك يبقى مش مظبوط، ضعيف، هشاشه عظام، لان الكالسيوم في الدم مش في العظام، سنانك تبقى ضعيفه، ممكن يحصل لك تصلب شرايين لان الكالسيوم في الاوعيه الدمويه، يحصل لك يعني مشاكل في عضلة القلب لأن فيها كالسيوم. فلو عندك المشاكل وعايز تاخد كاف 2 تاخده ام كاف 4 مش ام كاف 7. 100 ملي ل 200 ملي كل يوم مع الغداء. ادي فيتامين كاف، فيتامين كاف 2. فيتامين اف يا دكتور، وده مهم قوي، بياخد الكالسيوم
يودي فين؟ العظم؟ لا لا لا، يودي الجلد. عندك مشاكل في الجلد، عندك اكزيما في الجلد، الجلد ما بيستحملش الشمس، بتتحرق بسرعة من الشمس، لما تروح تقعد في الشاطئ شوية تلاقي نفسك اتحرقت. ليه؟ فيتامين اف ناقص. بيجي منين؟ من زيت كبد الحوت او من الدهون، او تاخده فيتامين اف. برضو نفس العيلة، انك تاخده في الغداء وتاخده مع حتة الدهون عشان تحافظ على الجلد بتاعك، الكالسيوم ما يفضلش في الدم، ده يروح الجلد، لان الكالسيوم مهم جدا 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 في نشاط الجلد وحيوية الجلد وحماية الجلد من الشمس وحماية الجلد من الفيروسات. ادي فيتامين اف، دي العيلة بتاعت اللي بتمسك في الدهون من الفيتامينات. طب يا دكتور لو سمعت حضرتك اول مره كنت بتقول لنا خدوا سنترام اللي هو مالتي فيتامينز موجود في مصر، دي المعلومه الوحيده اللي انا طالع بيها من مصر. عايز فيتامينات اديله يا ابني سنترام، ده المستورد الغالي، ولو موجود في مصر وحاجه على قده سيراجران، انا حافظ كده من الكليه. واول ما طلعت من هنا يا جماعه اللي عايز فيتامين والله العظيم كتبت لامي ماذا اقول. جات لي ورقه بقى من حوالي 3 4 شهور، بعتها لي صديق من امريكا قال لي اقرا السنترم. قريت انا السنترم بقى، وانتوا ده مش سري، كل واحد عنده السنترم يروح يدخل يجيب كده من على الكومودينو جنب صوره الحاجه والحاجه وما في الحج، ويبص على الظهر موجود في السنترم ده. اول حاجه كالسيوم كربونيت، مصيبه سود. الكالسيوم اولا ما ينفعش ناخده كربونيت، عارفين كالسيوم كربونيت ده اللي هو ايه؟ اللي هو الحجاره بتاعت الحيطه، هو ده الكربونيت، هو ده الحجر. فبينزل مش بقى بيبوظ المعدة لأنه عبارة عن حجارة، بيترسب في القلب زي ما قلت الكالسيوم، بيترسب في الأوعية الدموية يجيب لك تصلب شرايين، بيترسب في المفاصل، بيترسب في العضلات فيجيب لها تيبس. أدي الكالسيوم كربونيت، آسف. أدي أول مصيبة. تاني حاجة اقلب كده هيدروجينيتد اويل، اللي انا عمال عيط للناس اوعوا الزيوت المهدرجه بتجيب تصلب شرايين، اوعوا الزيوت المهدرجه بتجيب جلطات، اوعوا الزيوت المهدرجه بتجيب زهايمر، اوعوا الزيوت المهدرجه بتجيب سرطانات، اوعوا الزيوت المهدرجه بتجيب ضعف ذاكره، كل ده لقيناه موجود هيدروجينيت. شوف البجاحه، مكتوب هيدروجينيتد اويل يعني مستحمرنا، يعني كده مستحمرين الناس اللي بتاخد السنترم ده. اللي بعديه يا دكتور لو سمحت، تيتانيوم داي اوكسايد. ايه التيتانيوم داي اوكسيد ده؟ لا مؤاخذة حضرتك، ده حاجة الـ FDA الأمريكية العظيمة قالت إنه ممتاز، إنما دلوقتي أثبتوا إن ليه علاقة وثيقة بسرطان الرئة في الفيران. ده بيستخدموه في الكوزموتكس يا سيدات اللي بتحط على الوش وفي الروج، في تيتانيوم داي اوكسيد، الشامبوهات، الأحبار، كل ده في تيتانيوم داي اوكسيد، وده أثبتوا إنه بيجيب سرطانات في الفيران. إيش عرفنا ده هو بيعمل فينا إيه؟ يحطوه ليه؟ يحطوه ليه؟ بولي ايثايل جلايكول اللي هو وقود الطيارات، مش عارف بيحطوا ليه، مش عارف موجود ايه اسمه. ده بيعمل ايه حضرتك؟ ده بيعمل اسهال، بيعمل نزيف في المريء، بيعمل تقرحات في المعده وفي الامعاء، كل ده بيجيبوا البولي ايثايلين جلايكول، مش عارف حاطينه ليه. حاجه بعد كده فود داي يلو 7 وفود داي بلو 2 اسمها كده. دول بيعملوا ايه؟ اولا دول بيبوظوا الكروموزومات الجسم اللي هو بيبوظوا الحمض النووي بتاعك، بيجيب اللي هو البلوتو ده ليه علاقه وثيقه بسرطانات المخ، ده اثبتوا العلاقه، ولغايه دلوقتي بيحطوا لنا الحاجات دي في السنترم اللي هو كل العالم بياخده دلوقتي. يبقى نوعين من المواد الحافظه. الحاجه اللي بعد كده اختاروا عايزين يحطوا لنا زنك، يحطوا زنك اوكسيد، اقذر انواع الزنك اللي بيبوظ المعده، اللي بيترسب، اللي ملوش دور اصلا، بينزل في الحمام. الزنك اوكسيد اي حاجه مركبات زنك اوكي الا الزنك اوكسيد ده. عايزين يحطوا كبر اللي هو النحاس، يحطوا كبروك اسيد، الكبروك اسيد بيبوظ الامعاء وممنوع هنا في اوروبا على فكره، وبيبوظ الهضم وبيبوظ الميكروبيوم. طب عايزين نحط شويه سكر نخلي طعمه حلو، حطوا لنا اسبرتام، اسبرتام بيبوظ الميكروبيوم، حطوا لنا سكروز ومالتي دكستروز، يعني سكر مركز، كل ده موجود ومكتوب وعلني. يعني انا كل ما ابص اقول يا نهار ابيض، وانا اللي بقوله للناس، يا نهار ابيض وانا بقول للناس، اكلم امي بسرعه وارمي يا حاج علبه السنتروم اللي عندك. فبعد انا ما قريت هذا الكلام بقى ابتديت اقول للناس لو سمحتوا محدش ياخد سنترم. يا دكتور انت مش كنت بتقول السنترم ده كويس؟ فانا ارجع لنفس النقطه اللي انا كل مره بتكلم عليها، انا لا يهمني سمعتي ولا يهمني يقولوا ده رجع في كلامه ولا يهمني بيقول ده بيقول حاجه وعكسها، لا. مشكلتكم يا عائله فكر تاني، وانتم النهارده مش قال على النضاره عشان ما مروكوش زي المره اللي فاتت.
مشكلتي ان انا بقرا ابحاث لغايه اخر يومين ثلاثه، فكل شويه هتلاقوني بجدد. يعني دي غلطتي يعني. بصوا الحاجه اللي انا قلتها زمان واكتشفت ان هي غلط اعمل زي الناس واخبي بقى وخلاص وانا ماليش دعوه؟ لا، الامانه العلميه. الفول السوداني كنت بنصح بيه الناس بعد ما كشفوا عليه كميه اللاكتنز، وبعد ما اكتشفوا الرابط الفظيع بين السوداني والحساسيات السوداني وزياده الالتهابات في الجسم، قلت للناس ما تاكلوش سوداني تاني، فول سوداني. وعلى فكره كل الناس بيقولوا الفول السوداني اللي هو الفستق، تقريبا البلاد العربيه بيقولوا الاثنين واحد. لا، الفول السوداني اللي هو بقشره ده اللي هو البينات، والفستق اللي هو الفستق البيستاكيو اللي هو بيتفتح كده وتاخد الفستقايه. فالفستق حاجه ده كويس جدا مكسرات، انما الفول السوداني اللي هو بنرميه للقرد ده اللي فيه المشاكل كلها. فانا غيرت كلامي. الفول السوداني كان وحش، اللي اكتشفت دلوقتي السنترم كنت بكتبه للناس المعلومه الوحيده اللي خدتها من مصر، دلوقتي بقول محدش ياخد مالتي فيتامينز اصلا. يعني كل الناس اللي بيتابعوا معايا، كل المرضى بتوعي، عمري ما بكتب مالتي فيتامينز ابدا، بكتب مالتي مينرالز اللي هو المعادن المتعدده هتكلم عليها دلوقتي. انما الفيتامينات ليه تاخد فيتامينات؟ عندك نقص اعراض نقص فيتامين د، خد فيتامين د، عندك نقص فيتامين الف خد فيتامين الف، عايز تخلف وعندك التهابات في جسمك خد فيتامين اي، مشاكل في عينيك خد فيتامين الف. الفيتامين سي مهم قوي عشان البشره وعشان بعد سن ال40 وعشان الكولاجين مهم قوي، خد كل يوم جرام فيتامين سي لوحده، انما مالتي فيتامينز لا. طب يا دكتور لو سمحت برضو انا عايز اخد مالتي فيتامينز، معلش انا معايا قرشين محيرني وعايز اخد مالتي فيتامينز. فيتامينات متعدده، خلاص نبص على العلبه مكتوب عليها من الاكل الطبيعي هول فود مالتي فيتامينز، وتبص على الظهر ما يكونش فيه زيوت مهدرجه، ما يكونش فيه مواد حافظه، ما يكونش فيه الوان، ما يكونش فيه سكر، ما يكونش فيه ارقام اي 22 اي 23 اي 205، الكلام ده كله هتلاقي في الظهر طبيعي من الخضروات من الفواكه من البلانت فود من اللي هي الحاجات المزروعه، هو ده اللي ناخده مالتي فيتامينز. تمام، قفلت لكم كده المالتي فيتامينز، محدش ياخد مالتي فيتامينز الا لو ليه اعراض ياخده لوحده، عايز تاخده كله اديك عرفت. نروح للنقطه الثانيه بقى، المالتي مينرالز او المعادن المتعدده. ربنا خلقنا في هذه الارض والمعادن موجوده من اول الذهب والتيتانيوم لغايه النحاس والزنك واليود وكل الحاجات اللي ربنا خلقها في الارض، محدش بيصنعها، محدش بيصنع ذهب، محدش بيصنع يود، محدش بيصنع مغنيسيوم، محدش بيصنع الحاجات دي موجوده في الارض. خلصت خلاص، لو خلصت من الارض مش هنلاقي، هنموت. فدي التربه لما تقعد تزرع مره واثنين وثلاثه واربعه المعادن بتخلص، لان الفيتامينات بتتصنع في النبات انما المعادن ما بتتصنعش. لا اله الا الله. طب وبعدين لو فالمعادن تخلص فالحيوانات اللي بتاكل المزروعات ما يبقاش في جسمها المعادن، فاحنا لما ناكل الزرع او ناكل اللحمه الاثنين ما فيهمش معادن، فايه لما نبلعهم ما يبقاش عندنا في جسمنا معادن فيجي نقص المعادن. دي نقطه مهمه. فانا بعمل ايه؟ اي مريض عندي بكتب له مالتي مينرالز معادن، وراجع حلقه المعادن. المعادن ثلاث انواع، اهم نوع فيهم اللي هو الكليتد. يعني ايه كليتد؟ المعادن بيمسكوا في بعض، يعني لما يجي معدنين انا ولا انا، انا ولا انا، اقفل انت اسكت انت انا هدخل، فيتخانقوا زي مثلا النحاس والايه والزنك يتخانقوا مع بعض. فعملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها كليتد، يعني تكاسي بالمعنى البسيط، كل واحد ليه تاكسي ياخده يوديه لغايه الدم، لا يتخانقوا في المعده ولا يتخانقوا في الامعاء ولا يتخانقوا وهم بيعبروا الدم، كل واحد تاكسي ينزل السلام عليكم وصلنا الدم حبايبي يا اولاد، اسمه كليتد. فده مالتي كليتد مالتي مينرالز، هحط لكم الرابط تحت اللي انا البثق فيها، يعني مش سبونسرد، يعني مش هم اللي قايلين لي يقولوا، انا ما بعملش سبونسرد لاي حد، انا الحاجه اللي بثق فيها انا اللي بدور عليها واحطها عنده عندي في الوصف بسهل على الناس. يبقى دي المعادن. لو انا عايز انصح حد بعد سن ال 30 او 35 خد معادن كل يوم، ممكن تريح كل قبل النوم لان فيها حاجات بتنيم، فيها حاجات بتخلي الجسم يرخرخ، فيها حاجات بتخلي الجسم ينبسط العضلات، فدايما الفيتامينات الصبح، دايما المعادن قبل ما تنام. لو انت عاوز تاخد حاجه بره المعادن ممكن تاخد السيلينيوم، وخصوصا الستات تاخد 200 مايكرو جرام قبل النوم عشان بيحمي من السرطانات ويزود المناعه. تاخد مغنيسيوم لو عندك امساك، لو عندك ارهاق، لو ما بتنامش كويس، لو عندك تركيزك بايظ، لو ما بتاخدش خضروات كتير، تاخد مغنيسيوم 250 مللي جرام لغايه 400 مللي جرام. امتى؟ قبل ما تنام.
بعيد عن البحر وما بتاكلش سمك تاخد يود. كل بقى عندك بقى الاعراض راجعوا احط لكم الرابط بتاع حلقه يعني العناصر الناقصه تتابعها عشان تشوف انت ناقصك ايه وتاخد اللي انت عايزه. دي المعادن. خلصنا كده الفيتامينات، خلصنا كده المعادن. في حاجه عشان الحلقه ما تبقاش ناقصه، الاحماض الدهنيه الاوميجا 3. وهقول في الاخر يعني السن بعد سن الاربعين امثالي ياخدوا ايه، يعني هعمل لكم تكشير كده في الاخر ياخدوا ايه مع بعض الحاجات اللي ما ينفعش تغنى عنهم، وهقول لكم كده الحاجات الناس اللي في الجيم ياخدوا ايه برضو النهارده هديه يا اولاد. الاوميجا 3. الاوميجا 3 دي مهمه جدا لصحه القلب، مهمه جدا للذاكره وقدره الجهاز العصبي على العمل تحت ضغط عصبي، مهمه جدا لتقليل فرصه السكر، مهمه جدا للمناعه ضد البكتيريا والفيروسات. الأوميجا 3 مهمة جدا عشان تحميك من أمراض القلب والجلطات، مهمة جدا إن هي تقلل الترايجلوسيرايد الدهون الثلاثية والـ LDL الوحش اللي هو الكوليسترول الضار وتزود لنا الكوليسترول الجيد. كل ده الاوميجا 3 بتزود اللوبريكانت بتاع العين. لو انت عندك جفاف في العين خد اوميجا 3، لو انت عندك الحيوانات المنويه قليله خد اوميجا 3، لو انت الميتابوليزم او الايض بتاعك قليل عايز جسمك يحرق وعايز تخس صح، عامل مساعد من حاجات كتير قوي انك تاخد اوميجا 3، تاخد من جرام ل 3 جرام في اليوم. وطبعا خلي بالكوا تجرب بكبسوله واحده وتجرب بعد الاكل، لانه في ناس كتير قوي بتشتكي لي يا دكتور طعم السمك معدتي باظت، فتجرب انت تقدر ولا ما تقدرش، لان في ناس ما تقدرش على زيت السمك بيتعبها، فخلاص نشوف حاجه تانية، ياكل سمك، ياكل منتجات بحريه كتير. في نقطه هنا الاخوان النباتيين، يا دكتور احنا معتمدين على ربنا ثم معتمدين على زيت الفلاكس سيد اللي هو زيت البذور الكتان والبذور، حضرتك كل دي فيها ALA، والاوميجا 3 ده موجود حاجه اسمها EBA وDHA، مالكوش دعوه بالاسامي، المهم المركب اللي في الجسم مش هو اللي موجود في بذور الكتان. اولا 30% من الناس بس يقدروا يحولوا الاوميجا 3 اللي في النبات يحولوها جوه جسمنا عشان نستفيد منها، 70% ما بيستفيدوش. وبعدين ال 30% اللي بيحولوا اللي عندهم الانزيم التحويل بيحول 15% من، يعني انا عندي الانزيم ما شاء الله ادوني اوميجا 3 من النباتات، لما اجي احول 15% بس من الاكل اللي انا باكله. فانك تقول لي اوميجا 3 من النباتات او من الفلاكس سيد اللي هو بذور الكتان او من بذور نباتيه، ماذا اقول؟ ما ملهاش حل، ده علم، يعني مش هنكذب على بعض، النباتين يخدعوكوا، انا بقول انتوا حرين، انتوا حرين. يبقى دي الاوميجا 3 وفوائد الاوميجا 3، دي الفيتامينات ودي المعادن في حلقه خفيفه وسهله. قبل سن ال 30 كل يا حبيبي خضار وفاكهه. فاكهه الدكتور كان بيقول فاكهه، انا عمري ما قلت بطلوا فاكهه الا للعيانين، عمري ما قلت بطلوا فاكهه الا انك تعمل عصاير فاكهه، عمري ما قلت بطلوا فاكهه لو انت طبيعي، عمري ما قلت بطلوا فاكهه لو انت مش عايز تخس، عمري ما قلت بطلوا فاكهه لو انت متلازمه الايض مش عندك، عشان الناس كل القنوات الدكتور اللي بيحرم الفاكهه. مش هرد. المهم فكل فاكهه يا حبيبي 3 4 مرات في الاسبوع الفاكهه ممتازه، ما تقربهاش من الاكل عشان ما تتخمرش ممتازه، ما تاخدهاش من غير مجففه زي القراصيه اللي هي البرقوق الناشف او المشمشيه اللي هو المشمش الناشف او الزبيب اللي هو العنب الناشف، لا خدها طبيعيه بتاعت ربنا ومش عصير وفي نص النهار من غير اكل، خد مرتين 3 في الاسبوع ممتازه ممتازه تمام. قبل ال 30، بعد سن ال 30، بعد سن ال 30 انت محتاج مالتي مينرالز لان جسمك هيبتدي يضعف شويه. بعد سن ال 30 انت محتاج اوميجا 3 عشان الحيوانات المنويه وعشان تركيزك وعشان مخك ويعني والصفاء بتاعك ويحملك القلب. عشان جلدك افتكرت اقول حاجه في الاوميجا 3، مهمه جدا لشد الجلد، مهمه جدا لصفاء الجلد، مهمه جدا لانك ما تعجزش بدري، الاوميجا 3 مهمه جدا في كده ما قلتهاش. فانت بعد سن ال 30 وكل ما قربت من ال 40 وبعد ال 40 انت عايز الحاجات دي. معادن متعدده، لو انت في دوله اوروبيه زي هنا لازم فيتامين د 5000 وحده كل يوم مع الغداء 3 شهور وتريح 3 شهور. محتاج اوميجا 3 من جرام ل 3 جرام عشان الحاجات الكتير برضو شهرين وتريح شهر. بعد كده ممكن الكولاجين، بشرتنا بعد ال 20 بتبتدي الكولاجين ينزل من الجسم، فبعد ال 40 لازمك كولاجين
عشان ما تعجز، عشان مفاصلك ما تتعبش، عشان عظمك ما يطقطقش، عشان جلدك ما يكرمش، محتاج كولاجين. كولاجين من مصادر متعددة، كولاجين سمك، كولاجين لحمة اللي هو البقري، على كولاجين الفراخ. الميكس ده احسن نوع من انواع الكولاجين. الكولاجين عشان يشتغل عايزين، عايز معاه ايه؟ اتفضل قولوا، اكتبوا لي تحت، قفشتكم ما بتذاكروش. عايز فيتامين سي، عشان كده فيتامين سي مهم قوي مع الكولاجين. 1 جرام انا باخد، يعني من سن 35 طول عمري باخد فيتامين سي 1 جرام كل يوم بعد الفطار. وعلى فكره ما قلتش برضو في الاول، الناس اللي بتعمل لكم مالتي فيتامينز وبيجيبوا لك الحاجات الرخيصه ويقول لك اسوأ الحاجات، ما هو خلي بالك عاوز يكسب، يعني بيجيب لك علبه قد كده فيها كل حاجه في العالم وبتشتريها مش عارف بكام يعني، فهو عايز يجيب لك اردأ حاجه عشان يبيع اكتر حاجه. فانتوا الناس اللي بتسترخص في صحتها، بالعكس ده الفيتامينات والمعادن اغلى حاجه المفروض، ده يعني وقود جسمك لسنين جايه، بتوفر عليك امراض يعني قد كده. نرجع لموضوعنا، الكولاجين وفيتامين سي 1 جرام كل يوم بعد الفطار، عشان ده مضاد فيروسات، ما يعني نادر ما يجي لك مرض فيروسي، نادر يجي لك هيربس، نادر يجي لك برد، نادر تجي لك مشكله في المناعه، جلدك يبقى تمام، بشرتك تبقى تمام، الزكام ما يجيلكش، كل ده من فيتامين سي ما شاء الله. ادي الباكج اللي لازم كل واحد من 30 وانت طالع، والكريتيكال يعني لازم بعد سن ال 40 وانت طالع تاخد الحاجات دي. الاخوه الناس اللي عندهم 3 4 امراض وبياخدوا ادويه كتير، لازم ياخد حاجه اسمها زي حليب الشوك. طبعا انا يعني عايز اركز في معادن وفيتامينات، مش هتكلم على حاجات، بس كلمتين في السريع كده. حليب الشوك اللي هو بيطلع منه السيلمارين، لازم تنظف الكبد من الادويه الكتير دي. لو انت بتشرب كحوليات، لو انت المبيدات في بلدك كتير، لازم تاخد حليب الشوك صبح وليل لمده 3 شهور كل سنه، تنظف لك جسمك. لو انت بتاخد ادويه قلب وضغط وسكر والكلام الكبير ده، تاخد انزيم كو انزيم كيو 10 اللي هو كيو 10 3 مرات في اليوم، عشان ده بيزود نشاط جسمك، بيخلي الكبد ينظف البراشيم اللي انت بتاخدها او الحبوب اللي انت بتاخدها دي، ويخلي القلب اقوى ويعيش يعني بصحه لفتره اطول. دي يعني نبدا عن المكملات. تعال نروح للناس اللي بتروح الجيم بقى، الشباب الجميل. انت عايز في الجيم اول حاجه جلوتامين، والجلوتامين يعني ليه علاقه بالسرطان، هتكلم عليها قريب، بس ده للناس اللي عندها سرطان لا قدر الله، انما دلوقتي احنا بنتكلم على الشباب. الجلوتامين ده مش عشان بيخليك مهما تتمرن ما تحسش بالتعب، ما بيخليكش تبني عضلاته بسرعه وتفوق بسرعه، جسمك ما يفضلش وجعك، لا، ده بيحسن الهضم عشان البروتينات تمتص كويس، والامينو اسيد تجيلك كويس، وما يجيلكش ارتشاح امعاء وتستحمل الاستريس. فالجلوتامين مهم جدا، 5 مللي جرام قبل الجيم، و5 مللي جرام قبل ما تدخل السرير. دي حاجة. تاني حاجة البروتين، انت لازم محتاج واي بروتين. الواي بروتين 3 انواع، كونسنتريتد اللي هو مركز، وايزوليتد، وهيدرولايزد اللي هو مكسر. احنا بناخد الايزوليتد ليه؟ لانه مش غالي زي الهيدرولايزد، وبس مش رديء زي الكونسنتريتد، لانه شايلين منه اللاكتوز، شايلين منه السكر. فلما تاخد بروتين الواي بروتين ما يعليش الانسولين، ده بالعكس يروح يتهضم ويدخل على عضلاتك، ايه، يدي الجرعة من البروتين للعضلات من غير ما يرفع الانسولين او يرفع حبة صغيرة. يبقى انت محتاج واي بروتين، محتاج جلوتامين، محتاج معادن متعددة زي بقية الناس كلها. لو عاوز حاجة قبل الجيم تديك باور شوية، افضل ال سترولين او ال ارجينين. ليه؟ لانه بيوسع لك الاوعية، فيبقى البامب معاك جامد والدم اكتر. لو الدم اكبر العضلة هتكبر، لو الدم اكبر هتدي باور اعلى، لو الدم اكبر مش هتتعب بسرعة. دي اقل امكانيات تدخل بيها جيم. طبعا الامينو اسيدز الملبس ده ماشي، ما فيش مشاكل فيه، يعني انا بحبه، تاخد البرشام الامينو اسيدز، انت شاب وبكبر عضل محتاج الامينو اسيد على طول عشان ما تحرقش عضلات، تحرق ايه، وخصوصا قبل الكارديو، ما تحرقش عضلات، تحرق الفاتس او تحرق السكر. الامينو اسيدز او الاحماض الامينيه هو ده اللي بيحمي عضلاتك وانت بتحرق جامد قوي. ادي حلقه المكملات خلصت، ما فيهاش مشاكل، وحلقه سهله، ويا رب تبقى يعني بسيطه للجميع ان شاء الله. انا كنت النهارده المفروض اعمل رسالتي لمرض السرطان، بس لقيت الموضوع كبير وقدامي 3 كتب بخلصهم عشان اعمل حلقه ادي الرساله مخلصه من الالف للياء لكل مرضى السرطان. فان شاء الله باذن الله الحق الحلقه الجايه اكون خلصت واعمل حلقه رسالتي لمرض السرطان. شكرا ان انتم كملتوا معايا لهذه الحلقه، ونتقابل المره الجايه. انا كريم علي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما التوفيق الا بالله، عليه توكلت وعليه انيب. السلام عليكم، باي.